متابعة لهذا الشأن معي من الخرطوم الدكتور أحمد عبيد مجلد ناشط سياسي. أهلا بك دكتور أحمد مجددا معنا في هذه النشرة. من المستفيد مما حصل بالأمس في ساحة الاعتصام وسط الخرطوم برأيك؟ والكل ينفي ضلوعه في الحادثة حتى اللحظة، ما هي آخر المعلومات أيضا الواردة إليك بخصوص الحادثة؟ المستفيد الوحيد من حالة الفوضى هو المجلس العسكري. لا يمكن للعسكر أن يكتمل لهم البساط أو يفرش لهم البساط للحكم في السودان من دون إثارة الفوضى. في حالة الاستقرار داخل البلاد ستتجه البلاد إلى العملية الديمقراطية وعملية الحكم المدني وتداول السلطة بالشكل المتوقع والمطلوب من الشعب. الحالة الوحيدة التي يتدخل فيها العسكر ليغتصبوا حكم البلاد هي حالة الفوضى، وهم من يصنع الفوضى. الثوار كانوا سلميين، يشهد بسلميتهم العالم أجمع. هذه عملية الاغتيال التي حدثت بالأمس حدثت بشكل لم نكن نتصور أن يكون من اؤتمن على حماية حدود وأرض السودان من القوات المسلحة السودانية بالتعاون مع الميليشيا. إذن دكتور أحمد، إذا كان الهدف من قبل المجلس العسكري البقاء في السلطة والتشبث بها، لماذا قد يدعو إلى انتخابات مبكرة؟ نفس ما حدث في الدول المجاورة، هي عملية، هو يحاول أن يزيف واقع معين ليجد لنفسه نوع من أنواع القبول الدولي. هو يحاول أن يصنع لنفسه نوع من أنواع القبول الدولي. هو يعلم تماما لو أنه أعلن اليوم أنه حاكم بلا انتخابات لن يقبل به أي دولة في الدول العالم. حتى الانتخابات التي سيقوم بها، انتخابات من الذي سيقف عليها؟ هو سيقف عليها بنفسه، سيزورها كما هو محود، كما كان يفعل قبله عمر البشير من 30 عاما. سيكون الحاكم فيها من عنده، بيخلع البدلة العسكرية ويلبس الزي المدني. هذه الأضحوكة التي يحاول أن يمررها على شعب السودان لن تمر على شعب السودان. أيضا دكتور أحمد، يعني فيما يتعلق بالبيانات الصادرة أثر الحادثة أمس في فضاء الاعتصام، جميعها تبنت مواقف سلبية سواء من المجلس العسكري وأيضا من قبل المعارضة المختصرة بقوى الإعلان الحرية والتغيير. هل هذه المواقف السلبية تخدم الوضع السوداني الحرج برأيك الآن؟ نحن حقيقة مع موقف قوى الحرية والتغيير. السودان كله الآن في جانب واحد، والمجلس العسكري في الجانب الآخر. الجانب العسكري يقف معه السلاح، ونحن نقف معنا السلمية. ما يحدث أننا لا يمكن أن نتفاوض، انتهى وقت التفاوض، لأن التفاوض الآن بعد سقوط الأرواح التي سقطت في 24 ساعة الماضية انتهى، لا يمكن أن يتم التفاوض. التفاوض كما قال المرحوم علي محمود حسنين، وهو يعني معارض مشهور في السودان، عملية التفاوض يعني الوصول إلى نقطة وسط. والثوار والثورة خرجت ليست للوصول إلى نقطة وسط، نحن خرجنا لهدف معين من دونه لن نعود إلى بيوتنا، وهو الحكم المدني غير العسكري. إذا كانت عملية التفاوض دكتور أحمد قد انتهت وأصبحت من الماضي، إذن إلى أين تتجه الأمور في السودان بالمجمل؟ ما يحدث هي حالة من الصدام وعدم الأمن، ونتوقع يعني الأسوأ، لكن نحن لا نتمنى الأسوأ، نحن نتوقع الأسوأ من المجلس العسكري بعد أن ما رأينا منه في 24 ساعة. هو التفاوض أوقف من قوى الحرية وتغيير أولا، واليوم أعلن نفسه البرهان بإيقاف التفاوض وإلغاء التفاوض وما تم الاتفاق عليه.